بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء استضافت غرفة البحرين لتسوية المنازعات طاولة حوار مستديرة حول موضوع البحرين مقر للتحكيم التجاري الدولي. وفي كلمته الافتتاحية قدم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز لمحة موجزة عن الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية لجعل البنية القانونية والعدلية لديها تتماشى مع المعايير والمستويات الدولية المعتمدة في الأنظمة القانونية والقضائية الرائدة في دعم التحكيم. وأشار معالي إلى أن البحرين قامت بتقديم عدد من مبادرات للوصول إلى العدالة، ومنها إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات يركز في تسوية المنازعات بالوسائل البديلة وعلى الأخص التحكيم والوساطة. وألقى معاليها الضوء على الموقف الداعم للقضاء البحريني تجاه التحكيم وأن يشارك في الحوار حول كيفية تعزيز صناعة التحكيم في البحرين وجعل البحرين مقرا جاذبا للتحكيم. بدوره قام الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة بعرض أهم الاعتبارات العامة حول مفهوم مقر التحكيم، ومنها التي تدخل في اختيار مقر معين للتحكيم باعتباره المقر الصديق للتحكيم.